QR كود هسه فد شيء كلش سكسي بالعالم، كل الشركات تستخدمه، كل الكذا، لكن أنا من أفوت أضحك عليهم. ليش؟ لأن QR كود بوب سوي سكان ويدزك وين؟ يدزك على فد ويب سايت ممل ما بي أي فائدة، وبالموبايل لازم تسوي زوم فد شيء مزعج. فصار QR كود فد شيء ما حد يستخدمه، سبي باقي الأيام بعد ما حد يستخدمه زين. لكن QR كود مالتك مع ميديا شيلد مختلف شوية، أوكي؟ هو شنو؟ ما ندزهم على ويب سايت أو فتشي، نفتح خاصية الرسائل، برنامج الرسائل مالتهم، والرسالة مطبوعة هناك، ويدزون الرسالة اللي احنا مكتوب كاتبينها أوريدي، ويجيهم أجوبة أوتوماتيكيا. لكن خلينا ناخذ هذا الشيء، احنا نسويها بالإيفنتات، احنا مؤتمرات نسوي كلنا نستخدم كيو ار كود مالتنا في الاعلانات، واللي يوصل مثلا تسجيل حضور لا تروح على فورم، سوي سكان لهذا الكيو ار كود قبل، انت خلاص سجلت حضور، حتى ما نسجلك غايب. فبالمحاضرات في الجامعات في الدوائر الحكوميه في المطاعم في صالون الحلاقه كلها تقدرون تستخدمون هذا الكيو ار كودات، اوكي؟ لكن اليوم على مثلنا اليوم راح ننطي مثال مطعم، الزبون يجي يقعد على الميز، في كيو ار كود قدامه، يسوي سكان، يجي يعني يدز مسج، اوكي، ويستلم المنيو، ورا 20 دقيقه يستلم جوجل ريكويست، اوكي. طبعا نقدر نسوي شغلات اكثر، بس هسه نسوي هذا الشيء. وبالمناسبه بارحه سويته للزبون، و اي كلوز ذم، اشتركوا معنا $500 بالشهر، مجرد بس هيك رحت وشوفت لهم اياه، اوكي. خلينا نروح نسوي هذا الشيء وين؟ بهذا الحساب. نتأكد عندنا رقم تليفون، عندنا رقم تليفون، طبعا لازم يكون عندك رقم تليفون ضروري، حتى لو الواتساب هو طريقة التعامل او الكوميونيكيشن مالتك، اوكي. فنجي ثلاث خطوات عندك، اوكي، ثلاث خطوات. اولا انسخ هذا الكيو ار كود، عفوا رقم التليفون، تعال على نظام او خاصية الكيو ار كود. طبعا تقدر تسوي واتساب همين او كذا، بس احنا راح نسوي رقم تليفون. حاول تمسح الزيادات من هذا الرقم وهاي الاقواس، وحط الرقم حاله لحاله، او اذا تريد حطه ويا مفتاح الدوله، يا ويا مفتاح الدوله احسن. هنا اكتب send me the menu، ومرات الناس ما تفهم، اكتب لهم tap on send، يعني اضغط على الارسال قبل، اوكي. انسخ هذا، هاي العبارة اللي أنا راح تحتاجها، وداونلود، بوم، هسه الكيو ار كود صار جاهز عندك. خطوة الأولى انتهت، أوكي. تعال لا تتعلمون طريقة شغلي أني كلش مخربط أو كسلان أو عندي شك في النفس، دائما أحب هذول أحفظهم هنا، أو افتح لك حساب ملاحظة، تعال للأوتوميشن، تعال كرييت ورك فلو، عوف هذول كله سكراتش، فروم سكراتش، براند نيو ورك فلو، أوكي. أنا أحب الانتظام. Send me the menu workflow test. مرات أحب أشوف يعني أحط التاريخ. أوكي. Workflow شنو؟ عبارة هو عن بناء application. أنت هسه إحنا جاي نبني application. يا شباب، application مو معنى هذا الأبل ستور أو كذا، تطبيق. اسمه تطبيق باللغة العربية. كثير حلو. تطبيق. يطبق لك الشغلات اللي تريدها. فاحنا هسه قاعدين بعشر دقائق راح نبني ابلكيشن، مو مهم ما موجود في الابل ستور، هذول محلات متجرات، اوكي. لكن التطبيق اوتوماتيكيا راح يكون فعال بغض النظر وين كان الابلكيشن، اوكي. فافهموا اصول الامور. فهنا تجي تقول له من يحصل هذا الشيء اريد هاي الشغلات تحصل، من يحصل هذا الشيء اريد بعد خمس دقائق هذا الشيء يحصل. هاي مبدا ال workflows، okay، triggers، okay. احنا سنريد trigger، تجي هنا تقول customer replied. طبعا السيستم هذا يشوف اي محادثة من الزبون للبزنس للحساب هذا customer replied، okay، احفظه مثل ما هو. اذا ما تسوي filter راح يسوي هذا التطبيق يطبق على كل واحد دز لك هذا العبارة، okay. تقدر تقول customer reply channel when في الشات ويجت، في الايميل، في الفيسبوك، يعني تقدر تسوي تطبيق الاوتو ريسبوندر وين ما تريد، اوكي. بس احنا نريد اليوم اس ام اس. كونتينز فريزز، اوكي. كاستمر ريبلاي اذا ما تسوي عليه فلتر هذا الشيء راح يكون يطبق على كل الحالات. نجيب العباره اللي كتبناها، اوكي،
ان فون نمبر، ما نريد هذا كل ارقام تليفوناتنا، لا نريده في هذا الرقم تليفون. طبعا احنا نسميه كمباني فون. اوكي التريجر، هسه التريجر سويناه، شو تريده يصير؟ دز له رساله. هسه هذا الشق الثاني، دز له رساله. هير از اور منيو، تفضل. اه تفضل قائمه الطعام عندنا. طبعا تريد تبعثها كصوره كبي دي اف تقدر، لكن خلينا نعتبر هذه القائمة، لكن شوية يتأخر الصورة، شوية تتأخر. أنا أفضل أبعث لهم ويب سايت، يعني بالقائمة ويب سايت مثلا، أبعث لهم جوجل، خلينا نفترض هو هذا القائمة. لكن أيضا أنا سويت صورة النجمة هاي، خلينا نفترضها هي صورة المنيو، لكن المنيو شوية تطول. أوكي بوم والسلام، هاي مباشرة. لكن بطبيعة الحال على ما يجي الأكل، دائما أنا أحب أطلب الريفيو. It's a hormone، من هرمون الزبون في سعيد. أوكي خلي نقول وراء 20 دقيقة wait time delay، هاي الشغلات بعدين أشرحها. wait time delay 20 دقيقة، لكن لغرض هذا الفيديو راح نسوي دقيقة واحدة. لكن نفترض وراء 20 دقيقة نقول لهم send message، Would you leave us a Google review, please? وهنا همنا نحط لهم Google review. Boom. انتهى. صير مبدع أكثر. صير creative. إحنا شو نسوي؟ عندنا زباين شو يسوون؟ وراء 8 دقائق على ما يسوون الأوردر أو وراء 10 دقائق يقولوا لهم هاي تريد تنضم في قائمة VIP مالتنا؟ ننطيك happy birthday وكذا، ننطيك مثلاً وجبات مجانية. يقدرون يكتبون اسمهم، رقم تليفونهم، عيد ميلادهم وكذا. وراء ساعة أو ساعة ونصف، أنت كل حالة حسب وضعك، أنت صير مبدع. لكن خلينا نجرب هسه، جاهزين؟ إن شاء الله ما يخلي ولا يكون أفشل. وهاي خلينا نجرب. أوكي اللي يشتغل عنده هذا الشيء خلي يقول لي. ماشي، محتمل بعض الدول اللي مشتركين من بعض الدول ما راح يستلمون الأجوبة، بس أنا عن نفسي هاي سويت سكان وطلع لي الرقم هذا والعبارة مكتوبة بها. سويت إرسال، حطينا الصورة، شوية الصورة تتأخر. الناس بعد 20 دقيقة جوع وتبدأ تعصب كذا، يعطي نجمة واحدة نص نجمة. هي والله صحيح إذا ما أجل هذه. ودائما أنطي save and publish لهذه مالتك للورك فلو. هاي دا أشوفكم هنا، عندي 8 أشخاص سووا سكان واستلموا المنيو. خلي نشوف إذا استلموا له لا. شوف أكثريتهم ماذا يروح لهم الصورة. لكن إذا أنت في الرقم في الدولة الصحيحة أو في أمريكا راح تجيك تفضل قائمة الطعام وهذا الجوجل ريفيو. ماشي، هذا الشخص يمكن رقم أمريكي وصل لقائمة الطعام وريفر، ومنها أقدر أقول له thank you والسلام. أبسط من هاي ماكو. طبعا روحوا ابدعوا به، بس لا تسووها هواية مسجات للزبون مالتهم، لأن راح يكون فتشي. بس guess what guys، أهم شيء تقول له بالمطعم كم واحد يجي يشوف المنيو مالتك، كلهم راح يكونون في السيستم مالك. هسه تيجي هنا تسوي لهم إعلانات، تنزلهم إعلانات كيبونات، تنزلهم هابي بيرثدي، كله أوتوماتيك. ما يسويها، كله أوتوماتيكيا هم انضموا بالداتابيس مالتك. فجمعت أنا قاعدة بيانات هسه من عندكم، سويت سكان هذا الشيء، جمعت من قاعدة بيانات مالتكم. فهذا اللي هو سر الكيو آر كود مالتنا. زين يس فروم شيكاغو، هذا طلع عندي خلاص. هذا الزبون لهذا المطعم صار قاعدة بيانات ويقدر يتواصل ويا أي وقت. ماشي، فهو هنا سر الكيو آر كود مالتنا، لأنه يجمع لك. ومرات في ناس يقول لك أنا بوابة الدفع مالتي جمع رقم تليفونات. اوكي اللي يدفع فقط واللي يكتب، لكن انا مرات اروح ويا عائلتي او ويا اصدقائي 5-6 اشخاص، نقعد كلنا نشيك الكيو ار كود. زين 5 اشخاص كنا نقدر نترك قاعده بيانات مالتنا لو هم كانوا يستخدمون كيو ار كود مال ميديا شيلد. ماشي، فروحوا عند باي ذا واي، عندك مو مثل باقي السيستمات ينطيك 10 كيو ار كودات بالشهر او 1000 سكان بالشهر، كل شيء انليمتد. نعطيك يا روح حلالا طيبا، روح بيعه، روح بحوش بيه وابدع فيه. ماشي يلا شباب، انا راح اخلص هذا الميتنج، صار ساعه و
Yes, we can do it. يلا حبيبي شوفوني الفيدباك مالتكم بالسيستم. تحياتي، أحبكم جميعا. باي.